السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اصواتكم؟ بركم حياتكم دنيتكم. اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من قناه يوميات واحد جيمري. اهلا بكم بالحلقه الثانيه من لعبه ديترويت. طبعا شباب، اللي صار بالحلقه الاولى عرفنا انه اكو بشر يصنعون ناس آليين ويسموهم اندرويد. عرفنا على الشخصيات، عرفنا اكو شخصية اسمها ماركوس، وشخصية اسمها كارا، وشخصية محقق اسمه كونر. اوكي، المحقق كونر بالبداية بالحلقة الاولى مات وضحى بنفسه. البنية كارا اشتراها واحد على مود تربي بنته. الشخصية ماركوس يربي رجال عجوز. فتعالوا خلينا نشوف شو راح يصير بهاي الحلقة. 5 نوفمبر 2038 ساعة 11:21 مساء. اوكي، هذا اعتقد المحقق كونر. ايه المحقق هذا شباب، اعتقد عاده وتصنيعه ورا ما مات، لان هذا مني موتي صنعوه اعتقد عادي، لان هو آلي، انسان آلي. اوكي، هذا اللي مات بالحلقة الاولى، تتذكرون اللي ذبروحه على مود البنية. اوكي، تفقد الملازم اندرسون. اعتقد دازينا على ملازم اسمه اندرسون. ملازم اندرسون، اسمي كونر، الاندرويد اللي بعتته سايبر لايف. دورت عليك في اسم البوليس بس ما حدش كان عارف مكانك. قالوا انك غالبا في مكان قريب بتشرب حاجه. الحظ خدمني ولقيتك في خامس حانه. عاوز ايه؟ تم تكليفك بقضيه النهارده، جريمه قتل فيها اندرويد من سايبر لايف. للإجراءات المتبعة عينت الشركة متخصص علشان يساعد في التحقيقات. أنا مش محتاج أي مساعدة، وخصوصا من بتاع بلاستيك ملوش لازمة زيك. خليك مؤدب واسمع الكلام ويمشي من هنا. ديش حدني خلطي سبب. اسمع، أعتقد إنك لازم توقف شرب وتيجي معايا حالا، فالأمور تبقى سهلة لينا احنا الاثنين. هذا هم كاره الأندرويد، هدده. خل نتفهم الموقف. انا طبعا متفاهم ان في ناس بتبقى مش مرتاحه في حاله وجود اندرويد، بس انا كويس ومرتاح جدا. ودلوقتي امشي من هنا بدل ما طبقك زي علبه العصير. اوكي، خل نشتري له مشروب. عارف، هشتري لك حاجه تشربها، ايه رايك؟ لو سمحت نفس المشروب تاني. شايف يا جماعة جايب التكنولوجيا؟ خليهم كسيب. انت قلت جريمة قتل؟ اوكي، اعتقد راح نروح نحقق بجريمة قتل انا وهذا الملازم. اوكي، استنى هنا مش هتأخر. خلنا نصبر. اللي تأمر بيه يا فندم. خلاص بقى اي حاجة. اعتقد اللي مسوى هاي الجريمة انسان آلي، اللي اعتقد منفذ جريمة قتل. جاز داغلس معك الفرنة 16، ممكن تؤكد انها جريمة قتل؟ انا مش هأكد على اي حاجة. المحقق علي شاكر. ممنوع للاندرويد يعدي النقطة دي. ده معايا انا. ايه اللي مش واضح في جملة خليك في العربية؟ امرك بيتعارض مع التعليمات اللي عندي يا فندم. ما تفتحش بقك وما تلمسش حاجه وخليك بعيد عني، واضح؟ تمام. ازيك يا هاك، احنا افتكرنا انك مش هتيجي هنا. دي كانت الخطه لحد ما المغفل ده ظهر. طيب هو انت بقى جبت اندرويد؟ ها يا ظريف قوي، اخلص وقول اللي حصل. جات لنا مكالمه من المالك الساعه 8 تقريبا، المستاجر ما دفعش الايجار من كذا شهر، فراح له عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وساعتها لقينا الجزء. اسم المجني عليه كارلوس أورتيز،
عنده سجل بتهم منها السرقة والاعتداء العنيف. حسب كلام الجيران المستأجر كان في حاله، كان بيقعد في البيت طول الوقت وكان نادر لما بيشوفوه. حالته صعبة، ما كانتش مستاهلة يستدعونا في نص الليل، كانت تستنى للصبح. اعتقد هذا ميت صار له هواية. في رأيي فضل جوه لمدة 3 أسابيع. الطبيب الشرعي هيفهمنا أكتر. أنا شايف سكينة مطبخ هناك، ممكن تكون سلاح الجريمة. في أي أثار الاقتحام؟ لا، المالك قال إن الباب القداماني كان مقفول من جوه والشبابيك كانت متغطية بألواح. أكيد الجاني خرج من ورا. إيه معلوماتنا على الأندرويد بتاعه؟ مش كتير. الجيران أكدوا إنه كان عنده واحد بس ما كانش هنا لما وصلنا. أنا هروح أشم شوية هوا، أنت خد راحتك، أنا برا لو أنت احتجت لي. أوكي، هذا الميت عنده أندرويد أو عنده إنسان آلي، وهذا الإنسان آلي قاتله وفالت، تمام؟ فإحنا نريد نحقق بالجريمة. أوكي، كل حرف مكتوب بدقة. شنو هاي هنا؟ صعب أي إنسان يكتب بيها. أوكي، هذا شنو هذا؟ هذا ليثيوم. تناولت الضحية عقاقير. أوكي، شاربة أدوية أعتقد، مدري شنو هاي. شنو هاي هنا؟ هو ذات كتب بدأ من الضحية. أوكي، هاي السكينة. بلا بصمات، والأندرويد ما عندهم بصمات، يعني فعلا اللي مسويها أندرويد أو إنسان آلي. فشو نحلل؟ يا خبر، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنا بحلل الدم، بحلل العينات في نفس اللحظة. آسف، كان لازم أنبهك. أوكي طيب، بلاش، ما تحطش الأدلة في بوقك تاني، فهمت؟ فهمت. يا خبر، أنا مش مصدق اللي بيحصل ده. أوكي تمام، أنا شايف كده، إحنا هناخد عينات للفحص. تمام، اوكي، هاي توثية وبيها بصمات. تمام شباب، اللي صار بهاي الغرفة على حسب ما أنا حللت المكان، انه هذا الرجال ما كان دافع ايجار مال الشقة، وما كان دافع الفواتير مال هاي الشقة لمدة 2 أسبوع. فالحكومة بهيج حالات تيجي للبيوت او للناس تشوفهم ليش مدافعين. فمن جيت لهذا الشخص لقيته ميت، تمام؟ هذا الشخص من حللت البيت لقيته كان يمتلك انسان آلي بالبيت، اعتقد يساعده بالبيت او هيج شي. فهذا الآلي اللي مربي كتله وطاعنه 28 مرة. فعرفت السالفة كلها، خلينا نحكي ويا هذا الملازم نفهم على السالفة. يا فندم، اظن اني اكتشفت اللي حصل. أوكي. فعلا، تفضل، انا سامعك. اوكي، كل حاجة بدأت بالمطبخ. بدت في المطبخ. اوكي، في آثار واضحة على المقاومة. السؤال بقى، ايه بالضبط اللي حصل هنا؟ اظن ان الضحية هاجم الاندرويد. ايه، بالمضرب. بالمضرب بقى، وده يتفق مع الادلة. كمل. اوكي اوكي، طعن اندرويد الضحية، طعنت الضحية الاندرويد. الضحية طعن الاندرويد. لا ده صعب، لانه مش ماشي خالص مع الادلة. اوقف اوقف، ثواني ثواني. لا، طعن الاندرويد الضحية. الاندرويد طعن الضحية. يعني الاندرويد كان بيحاول يدافع عن نفسه، مظبوط؟ بالضبط. اوكي، وبعد كده ايه اللي حصل؟ فالضحية هرب ليه؟ وين هرب؟ اعتقد غرفة المعيشة، الصالون. اوكي، غرفة المعيشة للصالون. اوكي 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 اوكي، هنا انا اجى طعنه بالسكين، شوفوا، اوبا، وحاول انه يبعد عن الاندرويد. ماشي، كلام منطقي. الاندرويد قتل الضحية بدون سلاح، بالسكين، بالمضرب، بالسكين، بالسكينة. اوكي اوكي، بصراحة نظريتك مش سخيفة أوي، بس انت ما قلتش الاندرويد راح فين. وين راح؟ حصل له ضرر بسبب المضرب
وخسر بعض الثريوم. فقد ايه؟ الثريوم. شنو الثريوم؟ اللي بتسموه الدم الاسود. ده مصدر الطاقه اللي بتحرك اعضاء الاندرويد. بيتبخر خلال ساعات وبيبقى مش مرئي بالعين المجرده. لكن طبعا انت لسه قادر تشوفه. مظبوط. اوكي خل نبحث على الدم الازرق نشوفه وين خاتل هذا الاندرويد. اوكي اعتقد هنا انا. تمام الباب كان مقفول من جوه. القاتل خرج من هنا. مفيش اثار اقدام ما عدا اثار جزمه الشرطي كولينز اللي مقاسها 10. الجريمه حصلت من اسابيع. اكيد الاثار انطمست. لا نوعيه التربه دي بتحتفظ بالاثار. ما كانش في حد هنا من مده طويله. المتغير لم يهرب من هنا. يعني اعتقد الانسان الالي اللي قتل هذا الشخص بعده بالبيت. دم يا عيال. شوف يجوز هنا. اوكي 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 شنو هاي؟ شنو هذا؟ هبة دينية. وات؟ اوكي يا اخي يا جماعه والله شغل المحققين صعب. اوكي 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 شفت شي هنا؟ ناكو شي برا. اوكي هذا بالقاع الاثر مال الدم. شنو هاي؟ او ماي جاد بعد هنا موجود المجرم او الالي انسان الالي. معاني قمت اصير اتعاطف ويا الحكومه لان العب بشخصيه المحقق. ما العلم انا كلش يعني متعاطف ويا الاليين. استخدام سلم. اوكي هي اجا منا. وين راح بالثلاجه؟ وين؟ فوق 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 اكو شيء فوق. اوكي اوكي اثار تقود الى العليا. اوكي هو فوق اعتقد لازم نجيب شيء نتسلق بيه. يا تبع هاي ايده ليس جيري. اوكي ناخذ الكرسي اعتقد. تمام. ايه انت بتعمل ايه في الكرسي؟ انا هتاكد من حاجه. بتاكد من حاجه. اوكي والله شكلي راح القاه فوق. اوكي اوكي او ماي جاد شنو هاي؟ سعد 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 اوكي وين وين؟ اطلع اطلع اطلع. يوتي والله عبالي هو. اوكي 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 دم يا الربع. الله 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 بسم الله بسم الله. اوكي يمه اوه هذا هياته. انا كنت بدافع عن نفسي. اوه كان هيقتلني. ارجوك ما تقول لهمش. ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل بالظبط؟
خطيه. ده هنا يا فندم. لك لا يا غبي لا، ليش ما خلنا نتحكم بهذا الخيار؟ كريس بين تعالوا عندي هنا فورا. لا كونر ليش هيكي؟ يلا. اوكي 5 نوفمبر 2038 تود. العشاء جاهز. ايوه تمام انا جاي. اوكي خلينا نحضر لهم العشاء. اوكي ما كانش في حاجه في المطبخ، ده اللي قدرت عليه. اوكي نوار النور. انا مش شايف. اوكي يا حبيبي اوكي. الله يطي حظك. اوكي. الحياة مضحكة. أنا اترفدت بسبب الأندرويد. ولما احتجت حد يشتغل هنا في البيت، عملت إيه؟ اشتريت أندرويد حقير. دي نكتة طبعا. الأندرويد آلات هايلة، لا بيتعبوا ولا بيفشلوا ولا بيزعلوا. هايلين لدرجة انهم دمروا حياتي. شو بيك رايج من عندنا؟ بتبصي على ايه؟ ايه هي مشكلتك؟ مش دي الحياة اللي تمنيتيها؟ فاكرة ده سهل؟ يمكن فاكراها انها غلطتي اننا عايشين في القذارة، غلطتي ان امك هربت. لازم تبطل مخدرات. انت بتخوفني قوي يا تود. الحقيرة مشيت من غير كلمة. الحقيرة تخلت عني علشان حتة محاسن. ده بسببك. لا يا بابا. كل ده بسببك انت. او ماي جاد. سينها شعلي يا خطيه، شنو ذنبها؟ تعالي هنا. تعالي هنا. انت تجي هنا حالا. هذا ثلاث شهرة. خليكي مكانك. اوعي تتحركي. أوه. والا هضربك اكتر. او ماي جاد عدم الحركه. الحقيره مشيت من غير كلمه. او ماي جاد سعيد. شو سوي هسه؟ وعندي عيله بس لا. او ماي جاد شو سوي؟ تحرك. اوه تحركت. واحد صار اعتقد راح اكسر قانون الحركة مالتي. اوكي اوه طلعي عن واقعهم الزبالة. انت تحكم قراراتك. لا تمشين على اوامرهم. كفو. يس يس. حماية آليس. تناقش مع تود. من باللي حسه ناقش ياله. احمي آليس كل حاجة تخليها سعيدة، بس ما كانش كفاية. خلنا تناقش وياه. كنتش كويس كفاية. هدوء هدوء. تود ما ينفعش ابدا ان اب يأذي بنته. او ماي جاد. آليس ابوكي متعصب قوي. قومي 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 قومي. او ماي جاد خلي نروح عليهم. تعالي هنا يا مزعجة.
او ماي جاد راح اقتلها. او ماي جاد او ماي جاد. يلا يلا أرجوك كفاية يا بابا. لحظتك كفاية كده، سيبها في حالها. بتعملي ايه؟ اخرجي من هنا، ده أمر، سمعاني؟ لا أنا عايزك تسيب أليس في حالها. عايزة؟ او ماي جاد. يعني ايه عايزة؟ مش من حقك تطلبي، انت مجرد آلة بلاستيك. انت فيكي خلل، انا لازم اصلحك. او ماي جاد او ماي جاد. ابلع، خذي بالك يا كارا. تعالي يا حقيرة. او 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 ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اخ اخ اخ، وجهي وجهي وجهي. ارجوك كفاية. ابلع ابلع. او ماي جاد. انت تعمل اللي بقوله. ابلع. ابلع كلب. أليس حبيبتي؟ تعالي 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 تعالي، خلنا نفلت. تعالي 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 تعالي. لا 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 لا. او ماي جاد. روحوا 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 روحوا. ماي جاد ماي جاد ماي جاد. تعالوا هنا. روحوا 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 روحوا. دوم يا الربع، فلتنا. فلتنا شباب. اوكي، 5 نوفمبر 2038. اوكي، رجعنا لماركوس. دي كانت اكتر حفلة مملة حضرتها في اخر 25 سنة. كل ما اروح واحدة منهم بسأل نفسي، هو ايه اللي انا بعمله هنا؟ بكره حفلات الكوكتيل وبكره كل الرخائين اللي بيحضروها. دي فرصة كويسة عشان كل المعجبين بأعمالك يقابلوك. بلا بلا بلا، ما حدش بيهتم بالفن. ما بيهتموش غير بكمية الفلوس اللي هياخدوها من وراه. يلا خلينا نشرب حاجة، الانفعال ده خلاني أعطش. تمام. مشروب من غير إضافات؟ أكيد. ماشي، بس الدكتور هيرفض ده. أيوة، بس طز فيه، أنا كبير وأقدر أختار الدواء بتاعي بنفسي. أوكي نايس. أنت سبت نور المرسم منور؟ لأ لأ، ما عملتش كده. اتصل بالشرطة. تمام، نادي الشرطة. شرطة ديترويت، يا ترى إيه حالتك؟ أندرويد كارل مانفريد 8941 لافايت. رجعنا للبيت ولقينا النور منور.
أكيد حد دخله. عربية شرطة في الطريق. خلينا نشوف المكان. لا يا ماركوس أنا جاي معك. تعال يا عيني تعال. تلحيت. اوه من هذا؟ ليا. هذا ابنه الزباله. تعمل ايه؟ رفضت تساعدني فبساعد نفسي. مش هتصدق الفلوس اللي بيدفعها الناس عشان العبط ده. ما تلمسهاش. مش مهم هتكون كلها بتاعتي عاجلا او اجلا. اعتبرها دفعه اولى من ميراثي بس. ماركوس ابعده من هنا. خرجه من هنا. اوكي خل نصحى. اسمع لازم تمشي دلوقتي لمصلحتك. دايما كنت بتطلب مني ان امشي. المشكلة يا بابا مش شايف اني كويس؟ مش مثالي زي الآلة الملعونة دي؟ كده كفاية امشي دلوقتي. هو يلا ما يسمعك. عنده ايه مش عنده؟ سيبه في حاله. اوه ماي جاد. طيب خلينا نشوف قوتك. ماركوس ما تدافعش عن نفسك سامعني؟ ما تعملش حاجة. يلا اضربني مستني ايه؟ فاكر انك اقوى؟ يلا اثبت ده. كفايه. ايه المشكله؟ هو انت جبان قوي كده؟ كفايه يا ليو بطل. انت خايف تتخانق يا اله حقير؟ اخ او ماي جاد. تتخيل دي ضربه اعتقد راح نكسر راح نكسر حاجز الخوف. اوه ماي جاد. صحيح نسيت انت مش بشر انت مجرد حته بلاستيك حقيره. اسمع انا هدمرك وبعدها مش هيفضل غير انا وبابا. هقطعك حتت ومفيش حد هيفرق معايا. عارف ليه؟ تحمل تحمل شو اسوي؟ سامعني انت ولا حاجه. اوه هذا راح يموت. كار لا. لا كار لا. البشر مخلوقات ضعيفة. كار ما تسيبنيش أرجوك ما تسيبنيش ما تمشيش. افتكر يا ماركوس ما تخليش حد يقولك لازم تبقى ايه. لا لا بابا لا أرجوك. بليز ما بليز. كل ده غلطتك. كل اللي حصل ده بسببك. ما قدرنا بجو الشرطة. الاندرويد هو الجاي. او ماي جاد ده براسي. لا انت ليه قتلته؟ اوكي ايه اللي حصل قبل ما تمسك السكينة؟ تمام. قعدت قد ايه فوق الصندرة؟ انت ليه ما حاولتش تهرب؟ قول حاجة ما تعصبنيش. ده تهريج انا همشي. اوكي ما قاعد يحكي هذا القاتل. انت بتضيع وقتنا باستجواب آلة مش هنطلع منه بحاجة. تقدر دايما تبقى عنيف شوية. في النهاية هو مش بني ادم. الاندرويد ما بتحسش بألم. تقدر تعطله بس وده مش هيخليه يتكلم. المتحولين فيهم خاصية التدمير الذاتي اللي بتشتغل لو اتعرضوا لمواقف صعبة. ماشي يا عم الذكي. المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هحاول استجوبه. عندنا ايه نخسره؟ اتفضل المتهم تحت امرك. كم ليش تستهانون بيه؟ تستهانون بكونر دماغه هالكبرى. صح اندرويد وآلي بس
أذكى منكم والله. هسه خليه يحكي وخليه يعترف وراح تشوفون. بس يعني فهموني أنا يعني ما أعرف أتعاطف ويا الأندرويد لو أصير ضدهم. يعني ساعة يحطوني بدور ماركوس وكارا هذيك خطية، وساعة يحطوني بدور محقق دا يستجوبهم ويحاول يقبض عليهم. ما أعرف يعني مشاعري كلها تخربطت. تمام بسم الله نشوف شلون راح نستجوب لهذا. يا الله خل نحلله شوف شنو بيه. اوكي اوكي علامات عدم استقرار، عنده عدم استقرار بالبرامج. اوكي هاي ايده ايش بيها؟ بيها جرح. اوكي بيها تلف. صدره ايش بيه؟ اوه عنده دم جاف. اوكي هنا شنو عنده؟ اوكي هذا اسمه مدبر منزل يشتغل، يعني كان يساعد بتنظيف المنزل يم ذاك اللي انقتل. او ماي جاد هاي علامات حروق كان يطفي بيده الجقاير هذاك الزباله. والله تستاهل يقتلك خطيه. باش مسوي بيده؟ خلنا نستجوبه. اوكي مستوى الضغط 35 حاليا، هو تحت ضغط 35%. خوف جراح. خلينا نقول له اسمي حتى نخليه يرتاح. اسمي كونر. اوكي وانت قول لي اسمك ايه؟ ايه الضغط شوي نزل درجتين. اوكي جراح خليه نسأله على الاثار اللي بيده. انت مصاب؟ اللي اشتراك عمل كده؟ هو ضربك؟ اوكي طمأنة. انا مش هأذيك، عاوز اسألك بس شوية اسئلة علشان نفهم ايه اللي حصل. اوكي 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 انزل انزل انزل. تعاطف تعاطف تعاطف. اسمع انا في صفك، انا عاوز اساعدك، لكن مفيش حاجة اقدر اعملها لو انت ما تكلمتش. اوكي مستوى الضغط 27. ثقة ثقة ثقة. انا هنا لمساعدتك. ايه لكن انت لازم تثق فيا. انزل انا عاوز اخرجك من الموقف ده. ايه احكي. هيعملوا فيا ايه؟ هيدمروني مش كده؟ كذب كذب كذب. لا اعتقد هم عاوزين يفهموا بس. عارفين ان الملك بتاعك اساء معاملتك؟ ليه عرفتهم انك لقيتني؟ ليه ما سبتنيش هنا وخلاص؟ كذب كذب كذب. شو نسوي؟ كانوا هيلاقوك على اي حال. انا بس كنت اسرع. لو كانوا لقوك الاول كانوا هيضربوك بالنار في ساعتها. نزل نزل الضغط 15%. مش عاوز اموت. يبقى احكي لي. انا اي يا الله ما اقدرش. لا اختيار طريقه. اوكي ممارسة الاقناع تفهم الموقف. انا فاهم اللي انت حاسس بيه. اوكي انت تملكك شعور الغضب والاحباط، محدش بيلومك نزل. على اللي حصل. تعاطف تهدئه. انا عارف انك خايف ومشتت، انت طبعا متوتر من اللي حصل. لازم تحكي لي وساعتها هتبقى احسن. حماية. اعترف وساعتها انا هحميك. اوكي اوعدك اني مش هسمح لحد انه يؤذيك. تنزل الضغط. او ماي جاد فشل الاقناع. شلون اقنع شباب؟ ممارسة الضغط ممارسة الضغط. طعنته 28 طعنة.
كنت عاوز تتأكد انه هيموت ها؟ كنت حاسس بالغضب؟ الكراهية؟ ضغط. كان بينزف بيتوسل انك ترحمه، بس انت طعنته طعنة ورا طعنة ورا طعنة. أرجوك أرجوك بقى تسيبني. أنا عارف إنك قتلته، ليه مش عاوز تعترف؟ أرجوك أرجوك كفاية. أضغط أضغط. جملة قولها، أنا قتلته. صعب أوي إنك تقولها. كفاية بقى كفاية. أضغط. اعترف إنك قتلته، اعترف. تعذبني يوميا. أوه. وعملت اللي أمرني به، لكن كان دايما في حاجة غلط. خطأ. وفي يوم مسك عصايا وفضل يضربني، ودي كانت أول مرة أحس الرعب، رعب إنه هيدمرني، رعب إنه ممكن يموتني. عشان كده خدت سكينة وطعنته في بطنه. اعترف. حسيت براحة، عشان كده فضلت اطعنه واطعنه لحد ما نهار. دم غرق الدنيا. شوف التمثال، انا اتذكر خنسيله. شنو هذا التمثال؟ التمثال اللي في الحمام انت اللي عملته. كان بيرمز لايه بالظبط؟ دي منحة، منحة علشان تنجيني. هبة؟ كتابة؟ شو الكتابة؟ انت ليه كتبت انا حي على الحيطة؟ بيحسسني اني ولا حاجة، اني مجرد حتة بلاستيك. اضطريت اكتب كده عشان اعرفه انه غلط. عشت ايدك والله. انت لسه خبيت فوق بدل ما تهرب. ما عرفتش اعمل ايه. لاول مرة في حياتي ما لقيتش حد ينصحني. كنت خايف فاستخبيت. التمثال كان هدية. لمين كانت الهدية دي؟ لا قريت تسعة. أرقي تسعة بس يقدر ينقذنا. من أرقي تسعة؟ أرقي تسعة ده كان مكتوب على حيط الحمام. قل لي معناه إيه؟ بكرة يجي اليوم اللي ما نبقاش فيه عبيد لأي حد. أوه. ومش متهددين ولا مزلولين من حد. إحنا هنبقى الأسياد. تهم سبب. امتى ابتديت تحس بمشاعر؟ قبل كده كنت متعود اتضرب وما انطقش، لكن فهمت بعد كده ان ده ما كانش عدل. انا حسيت بالغضب والكره. مين هو ار ايه تسعة؟ Oh my god. كفاية القرف ده. مش قادر ابطل. استسلام. يا نهار ابيض. تيم. واو يا اللعبه.